أنا عندي معلومة بعرف يعني مدى إن شاء الله تكون صحيحة. الأمريكان تواصلوا مع الإيرانيين. ينضم إلينا هنا في استوديو التغيير عضو مجلس النواب الأردني أستاذ عمر العياصرة. أهلا بك أستاذ عمر. في حصاد التغيير إذن كما يرى مراقبون جهد عربي واضح، خاصة مع تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحاسمة برفض تهجير أهالي القطاع، بإيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة أيضا. هل أعادت باعتقادك طوفان الأقصى أو الحرب القائمة القضية الفلسطينية للواجهة من جديد عربيا ودوليا بعد أن عانت من الفتور إن صح التعبير؟ يعني قطعا أنه حجم هذا الدم اللي إحنا بنشوفه، جدران الدم التي تبنى في غزة، وطبيعة الاشتباك بالمعركة والحضور الدولي المفاجئ اللي كان سريع وخاطف، والاهتمام الدولي اليوم تحكي عن الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الكل حاضر بقوة، بارجات أمريكية تعود للمنطقة، معناته القضية الفلسطينية عادت إلى صدارة المشهد. لكن كيف ستعود، كيف ستكون مآلات هذه المعركة، هذا هو المهم. اليوم هناك حديث مثلا في الدول الغربية عن إخراج غزة من دائرة الصراع وإخراجها من دائرة الحالة الإيرانية تحت هذا العنوان، ويضعون سيناريوهات لذلك، جزء منها العملية السياسية. كل هذا مطروح، ومطروح بقوة. القتل، المدنيين، حقوق الفلسطينيين، المقاربة التي قدمها جلالة الملك، أنا بتقديري كانت مهمة وكان سقفها عالي، صالة وجال في كثير من الملفات. حتى اضطر ماكرون اليوم في مؤتمر الصحفي مع الرئيس المصري السيسي أن يتحدث على أن البشر متساوون، بمعنى أن اليوم كانت المقاربات التي قدمتها الأردن. القضية الفلسطينية عادت إلى المشهد السياسي، لكن من سيكيش الفائدة السياسية؟ كيف هذا بعد أن تهدأ البارود، يهدأ وتستقر الأمور عسكريا، ونرى أين حسمت الأمر، المهزوم والفائز في كل هذه المتعادلة، المتقدم والمتأخر. المشهد الفلسطيني ستحدث عليه تغييرات قطعا بعد المعركة، قد تتقدم حماس أكثر، وقد تتراجع ويتقدم الفصيل الآخر فتح في صناعة القرار الفلسطيني، واليمين الإسرائيلي على المحك قد يتراجع، يتقدم نشهد ظهور نخب جديدة، الدولة العميقة مرة أخرى تعيد إنتاج نفسها في إسرائيل، اليسار لا أدري. كل هذا أيضا منوط بالمرحلة القادمة، فالقضية عادت للصدارة للأسف بدماء الفلسطينيين. أستاذ عمر، مجدد ترحيبك معنا ثانية في الحصاد. فيما يتعلق بزيارة ماكرون للمنطقة والتي قوبلت برفض من زعماء الدول التي زارها حول الاجتياح البري لغزة، اليوم أيضا قبل قليل صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن إسرائيل وافقت على تأجيل العملية البرية كحد أقصى بداية الأسبوع المقبل. هل فعلا يعني بسبب قيل أنه أمريكا طلبت منهم ذلك حتى ترسل منظومة دفاعية جديدة أخرى لإسرائيل، هل فعلا هذا هو السبب أم أن وراء الأكمة ما وراءه؟ لا، هناك حزمة أسباب. يعني خلينا نعترف أنه تأجيل العملية البرية، أنا باعتقادي أنه في حزمة أسباب، جزء منها الاستعداد العسكري، بمعنى أن إسرائيل تسعى إلى تقليل الكلف في هذه العملية، تريد أن تدخل المعركة بكلف أقل، والقصف هذا بقلل هذه الكلف. إذا تم استدعاء مجموعة من المنظومات الدفاعية الأمريكية، استدعاء الخبير الأمريكي، استدعاء القدرة الأمريكية أكثر لاستكشاف العملية الاستخباراتية، لأن واضح أنه فيها ثغرات عند الإسرائيلي، فالميدان جزء من تأخير العملية البرية. وقيل أن نتنياهو كان مندفع للعملية البرية في البدايات تحت عنوان أنه هذا الدعم الغربي ممكن ما يستمرش، ممكن يتصدع، خلينا نروح الجيش، قال له أضرب بريك، واستعان بالأمريكان لفرملة اندفاعته لأنه الجيش بده يستعد. وقد يكون جزء منها أيضا الرهائن، اليوم بايدن ليس معني أن تدخل عملية برية فيقتل أمريكان فيعودون إلى أمريكا بجثث، وبالتالي عنده انتخابات. كل هذه التركيبة باعتقادي أنها، لكن أنا عندي يقين واحد، أن هناك عملية برية، وأن هناك عملية برية ليست عملية جراحية، ستكون عملية برية ذات يعني ثقل عسكري تاري حقيقي، تتعلق بهدف إسرائيل الرئيسي الذي أعلنته وما زالت تعلن، وأعتقد أن الغطاء الغربي نازل بثقله معها. ماكرون حكاها بالأمس أو اليوم حكاها في مصر بأن القضاء على حماس أصبح يعني خيار، فبالتالي التغيير أو التأخير له حزمة أسباب، جزء منها الاستعداد العسكري أفضل لتقليل الكلف على الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي بتحملش الكلف ويريد أن ينهي المسألة بأقل. ثم إعداد البيئة الإقليمية، حزب الله وإيران، وهناك حديث حقيقي بدأ يظهر عن اتصالات أمريكية إيرانية لضبط الإيقاع الإيراني، سواء في طهران أو في الأدوات الموجودة في أكثر من مكان، بمعنى أن العملية البرية يريدون أن يطبخونها على مهل، خاصة أنه دماء الفلسطينيين تسيل، والظاهرة اللفظية هي التي تحاول أن تتعامل معها. يعني اشتباك الدماء مع الدماء الفلسطينية التي تقتل، والقتل واليوم زميلنا وائل الدحدوح قتله، يعني عائلته أسرته، كل هذا يقابل بظاهرة لفظية لا تقدم
ولا تؤخر، والغطاء الغربي لا زال متماسك. صحيح أنه يقدم يقول ممر إنساني ونريد إدخال المياه والوقود، وكأن المياه والوقود أغلى من الدماء، بالتالي هو يوفر لا زال الغطاء السياسي والعسكري التالي لإسرائيل. هنا السؤال إذن أستاذ عمر، ما الدور الذي على الدول العربية أن تلعبه وبشكل مباشر في هذا الصدد؟ يعني بعد الانتهاء من عقد القمم والاجتماعات، وكما رصدنا في حصادنا قبل قليل كثيرون يرون بأن مخرجات هكذا قمم ربما ليست بالمستوى المطلوب، فما الواجب اتباعه أو اتخاذه من إجراءات على مستوى حكومات وبرلمانات وشعوب أيضا؟ يعني هو المطلوب وقف الحرب، وقف العدوان، لأن وقف العدوان بلينكين ماذا قال؟ قال تجميد الصراع يؤدي إلى أن ترمم المقاومة نفسها، وإحنا معنيان اليوم من فلسطيني ما يصيرش طرف ضعيف، يعني للأمانة بغض النظر هناك منظومة رسمية عربية لا تقبل بالإسلام السياسي ولا تقبل بحماس ولا تقبل، خلينا نحكي بصراحة أكثر يعني، لكن في النهاية إضعاف المقاوم الفلسطيني ووضعه في إخراجه من الصراع سيؤدي إلى أن تنفرد إسرائيل بالمشهد بطريقة أو بأخرى، فالتوازن مسألة مطلوبة، لكن النظام الرسمي العربي ما الذي يملكه؟ يملك الكثير، يستطيع أن يقدم الكثير، لكنه لا زال يحاول أن ينظر إلى القضية الفلسطينية من باب الجوار فقط ولا يقدم الشعوب العربية. أكون معك صريح يعني وبأمانة، الشارع العربي ليس بمستوى الطموح، وعلى فكرة النظام الرسمي العربي يريد أن ينتهي من هذا القلق اسمه حماس إسلام سياسي أصبع إيران في المنطقة، يريد أن ينتهي منه، لكن الشعوب حينما تخرج إلى الشارع أكثر يريد أن يحتوي الشارع، فيصبح مستوى أداء النظام السياسي العربي ومواقفه متناسبة مع الشارع، الشارع ضعيف. وهناك أسباب موضوعية، نحن مرهقين بعد الربيع العربي، سوريا في حالة يرثى لها يعني قتل منها 2 مليون سوريا، والعراق نفس الشيء، واليوم السودان بذات الأمر، والمصريين امبارح خرجوا من أزماتهم، بمعنى أن الشارع العربي هل هو حامل موضوعي مع النداء والتعاطف والبكاء والسوشال ميديا وكل ذلك، لكن هل هو حامل موضوعي؟ لكن النظام الرسمي العربي لو حمر عينه وتساند وتعاضد وقدم موقف حقيقي فوق الطاولة وتحت الطاولة للغطاء للأمريكي، أنا بتقديري ممكن يشعرهم بخطورة ما يجري. حتى الطرف المساند للمقاومة هو طرف لفظي لن يدخل المعركة، أقصد إيران وحزب الله. فيما يتعلق بمجلس الأمن، يعني لو حصل فعلا هناك توافق بين أعضاء المجلس وأصدروا قرارا بوقف إطلاق النار، هل بتقديرك يمكن أن تنصاع إسرائيل لهذا القرار وتوافق، مع أنه الكل يعلم أن أمريكا جاهزة لاستخدام الفيتو؟ الخبرة التاريخية أمريكا لن تسمح بمرور مثل هذا القرار، وإن مرة إسرائيل لن تتعامل معه. إسرائيل اليوم المعركة التي تقوم بها يتساند فيها الحالة الشعبية، يعني اليوم لا يوجد إجماع نتنياهو، لكن هناك إجماع الجيش، لا يوجد إجماع ربما على قصة اليمين أو المستوطن، لكن هناك إجماع العقيدة القتالية في إسرائيل. بتقديري إسرائيل حينما يقتل منها 1400 إسرائيلي تشعر بأنها وجوديا مهددة، بالتالي تريد أن تستعيد مرة أخرى ثبات أقدامها على الأرض اللي استوطنت فيها واحتلتها وشردت شعبها بكل الأدوات الممكنة. والأمريكي فهم الرسالة، صحيح له مصالح وجزء من مصالحه أن لا يمتد الصراع وأن تبقى القصة جراحة في فلسطين، لكنه بالمقابل جاء بقده وقديده ليساند الإسرائيل. أنا بتقديري إسرائيل لن تعبأ بشيء إلا بتحقيق أهدافها، لن تسمح بمرور هذه الأزمة مرور الكرام إلا إذا حدثت انعطافات كبرى، والانعطافات أقصد فيها بالغطاء أمريكا. أمريكا إذا صدعت موقفها وأقنعتها أن العمل لازم يتوقف، أعتقد ربما تستطيع أن تضغط على إسرائيل. ولكن المعطيات الميدانية بحسب مراقبين أستاذ عمر، بالإضافة لمواقف أطراف الصراع، توضح أن الأمور ربما تتجه نحو التصعيد لا محالة، ولذلك كثرت التحذيرات من حرب شاملة في المنطقة واتساع رقعة الصراع. صحيح إن كنت مخطئة، كنت تقول قبل قليل بأنه إيران لن تكون جزءا من هذا الصراع، ولكن ماذا عن أذرع إيران في المنطقة، جيوش الدول الأخرى التي قد تدخل في هذا الصراع؟ شوفي أنا عندي معلومة، بعرفش يعني مدى، إن شاء الله تكون صحيحة. الأمريكان تواصلوا مع الإيرانيين وعرضوا عليهم إعادة إنتاج الاتفاق النووي، أن تترك غزة لربها فليقاتل معها، يعني هذا هو العنوان. هل إيران في هذا التوقيت السعار الإسرائيلي والغطاء الأمريكي بتقدم ورقتين مع بعض ليقضى عليها حماس وحزب الله؟ هذه أسئلة يعني الآن تطرح. الأدوات راح تخرمش لكنها لن تدخل المعركة، هذا تقديري أو تحليل. يعني هناك رغبة حقيقية عند الجماهير العربية عند حماس، جزء من الذي ينقذ حماس دخول حزب الله المعركة، لكن حزب الله اليوم يرى الدمار،
فهل يسقطه على الضاحية الجنوبية؟ هذا الشكل من الدمار، الضاحية الجنوبية. هناك أفكار، هل التوقيت مهم؟ هل حزب الله يقاتل، يمكن أن يقاتل من أجل حماس أو القدس ولا يقاتل من أجل طهران أكثر؟ هذه أسئلة يعني تطرح على الطاولة، تستطيع أن تتلاعب فيها كيفما شاء. كمحلل سياسي أرى أن إيران لن تدخل المعركة، إيران ستكتفي بتحريض بعض الأدوات من بأ معذرة إلى ربكم. حزب الله لن يدخل المعركة، سيبقي مستوى الاشتباك يعني في، لكن حزب الله معني أن تتعرقل إسرائيل في غزة، لأنه إسرائيل إذا خلصت غزة بسرعة قد تفكر مدام هالبوارج موجودة إن خلص حزب الله. يعني كل هذا أمام المعادلة، لكن أستطيع أن أجزم لك أن غزة لوحدها. طيب كيف نفهم هذا التناقض أو النفاق الغربي فيما يتعلق، يعني الكل، كل الغرب يقول أن ضرورة أو حق إسرائيل في الدفاع عن النفس مع ضرورة فتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات، كيف نفهم يعني هذا التناقض بين الموقفين؟ الثقافة الغربية تقوم على أفلاطون، السادة والعبيد، العالم عالمين. يعني اليوم مصالحهم تذهب بهذا الاتجاه، يستطيعوا أن يضعوا كمامة على عيونهم ويقولوا هذا لا نرى وهذا نرى. يعني اليوم الطرد بعد الإلحاح الملكي الأردني كرر هذه العبارة والتقطتها بعض الأدوات، أن دم الفلسطينيين يساوي دم الإسرائيلي، قال ماكرون أننا متساوون. هذا النفاق هو سببه الحالة المصلحية، المصلحة الغربية مع إسرائيل، المصلحة مع هذه المستعمرة، المصلحة مع هذه الدولة، لذلك هم ينطلقون من ذلك. بعد ذلك تأتي القيم، يوزعونها ك يعني صنوبر على رز المائدة ليس أكثر. عضو مجلس النواب الأردني الأستاذ عمر العياصرة، شكرا جزيلا لك. نعم.